التغييرات الإدارية والفنية في الهلال والنصر، نتابع التقرير. مما لا شك فيه عندما يكون هناك فريق عمل من دون قائد، ربما تتشتت المهام ويضيع العمل. الفريقان الهلال والنصر، والنصر والهلال يعانيان من عدم الاستقرار الإداري. ففي الهلال، وبعد رحيل الجابر الذي قاد إدارة الكرة لأربع سنوات ماضية، وبعد خروج الهلال من البطولة الآسيوية وخروج عدد من اللاعبين عن النص وظهور العديد من المشاكل، طالب الكثير بعودة منصب مدير الكرة في الوقت الذي ظهرت فيه أصوات تطالب بأسماء بعض اللاعبين السابقين في النادي، وخاصة أن إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد ألغت هذا المنصب بعد الجابر. أما في النصر، فمسلسل التعيينات لمنصب مدير الكرة ما زال مستمر، فبعد مطالبات لأعضاء شرف في النادي لإبعاد سلمان القريني في فترة سابقة، لبت إدارة الأمير فيصل بن تركي تلك المطالبات وعينت الأستاذ محمد سويلم الذي لم يستمر في منصب إدارة الكرة طويلا حتى قدم استقالته، وكلفت الإدارة الأستاذ سالم العثمان، والذي تشير الأنباء أنه في الوقت الحالي يفكر في تقديم الاستقالة في حال أصر نائب الرئيس فهد المشيقح على مطالبته بتعيين إداري النصر الجديد الأستاذ فهد الطخيم كمشرف عام على فرق النادي، وهو ما يتعارض مع صلاحياته كما وصفها العثمان خلال اجتماعه مع رئيس النادي. تعيينات وتكليفات ومن ثم استقالات، وماذا بعد؟ فطالما هناك عدم استقرار إداري لأي فريق، لا تفكر تلك الفرق باعتلاء منصات التتويج وإسعاد الجماهير. تركيش ديد كورة. كابتن نايف، خليك تشرب مويه ولا تكمل؟ لا نكمل. طيب، التغييرات الإدارية في الهلال والنصر. طبعا يمكن إذا ما تكلمنا عن مدير الكرة، أنا يعني مع التوجه اللي هو يعني يمكن حتى معمول فيه في أوروبا، إن من يعمل مع المدرب ليس مدير كرة، بل هما إداريين تحت سيطرة المدرب أو تحت إدارة المدرب، لأن لن يكون هناك عمل ناجح إذا كان فيه قيادتين في نفس الاتجاه مهما كان. هذا يبغى صلاحيات وهذا يبغى صلاحيات، لكن حينما يكون الهيد كوتش اللي هو المدرب أو المدير الفني بالنسبة للفريق الأول ومن يعمل معه هم تحت إدارته، وتشعر أني أنا أعمل معه كتركي وأنا تحت إدارتك وليس بنفس سلطة القرار أنا وأنت، هنا لين يكون فيه خلاف كما هو الآن يمكن معمول فيه بالنسبة لي. صعب إنه يكون اثنين يصنعون القرار في مكان واحد. برافو عليك، يعني قرارين، مدير كرة هو يرى له توجهاته له آرائه مهما كان، لابد يعني أن يكون فيه خلاف، فحينما تعطي قرار مدير كرة وتعطي قرار للمدرب هنا لابد يكون فيه تضارب. فالقرار الأول أنا في رأيي الشخصي فني، من يعمل هم إداريين. طيب، بمعنى أن يعني يلبوا أي شيء يطلبه منهم المدرب، إقامة معسكر، أشياء كل ما يخص العمل الإداري، دعم المدرب فقط، دعم المدرب، تسهيل المتطلبات المدرب والربط ما بين إدارة النادي وطلبات سواء لاعبين أو مدربين أو جهاز فني أو معسكر. طيب، الهلال والنصر صارت عندهم تغييرات إدارية هالموسم، عرفت من الأكثر خلنا نقول استفادة ومن الأكثر تضررا من هالتغييرات اللي صارت؟ شوف، يمكن الهلال يعني البعض يربط رحيل سامي الجابر بنتائج الهلال، وإن كنت أنا أرى أن
يعني الهلال متذبذب، يعني ليس سامي الجابر وحده هو من يتحمل هذا الغياب، العمل الفني يمكن أو العمل الإداري كان فيه قصور بإحضار أو بالتأخر بإحضار المدرب كومباري. كومباري أنا في قناعتي الشخصية مدرب إذا وجد أو أخذ الفرصة الكاملة ستظهر بصماته مستقبلا على نادي الهلال، مهما كان يعني العمل القائم أحيانا حينما يكون فيه تجديد أو فيه يعني إحلال هي تحتاج إلى وقت. الخطأ أنا في رأيي الشخصي في المقام الأول ليس بغياب سامي أو بقاء سامي، إنما يمكن تخيل تركي بدأ المعسكر نادي الهلال والمدرب غير معروف بالنسبة للهلال، فهذه هي هو الخطأ. ثم نأتي إلى آخر اللحظات اللي هي الخطأ الأخير، ونتكلم عن مباراة أو نتكلم عن خسارة مباراة ونحملها أنها هي الخطأ الأول، لا هي عمل تراكمي، عمل يعني طبعا الفوز والخسارة شيء طبيعي وارد، لكن اعمل صح. يعني أنا على سبيل المثال الآن وليس من باب الآن لو خسر في رأيي الشخصي الشباب لو لم يحقق الدوري هذا الموسم هو أدى العمل المطلوب، حققته ما حققت لكنه عمل احترافي، عمل مرتب، عمل مبرمج من الموسم الماضي، تبقى النتائج هذه بيد رب العالمين. أحيانا حتى النتائج لا تعطي مقياس لأن العمل يكون صحيح. أبو إبراهيم، نصر والهلال والتغييرات الإدارية طبعا بالنسبة للمسألة والفنية طبعا بالنسبة للمدير الإداري، أنا حقيقة حتى لو طبقت لو طبقها الأندية الأوروبية أرفض أنها تطبق لدينا للفروقات بيننا وبينه، الفروقات الإدارية هناك الفروقات الإدارية واضحة عندهم، تنظيم العمل واضح عندهم، لدينا احنا عندنا العمل معروف كيف تنظيمه، تنظيمه مركزي رئيس النادي، يعني حتى الأعضاء ترى أغلب الأعضاء لا قيمة لهم في القرار، لا قيمة في اتخاذ القرار. لا بس لما تقول لا قيمة كأنه خلاص ما لهم لا شيء. لا قيمة لهم في اتخاذ القرار، نعم في النهاية مين يأخذ القرار؟ إيه بس رئيس النادي. إيه معلش أبو إبراهيم، الحين أنا الحين رئيس مجلس إدارة وأنت عندي عضو مجلس إدارة، صانع القرار النهائي أنا صح ولا لا؟ كيف؟ بس في أي مجلس إدارة صانع القرار تنظيميا، مو أنت صانع القرار، إذا تبي تعمل تنظيميا عمل إداري ناجح مفروض مو أنت صاحب القرار، في 11 صوت، إذا 5 و5 صوتوا يبدأ صوتك هو اللي يرجح، هو اللي يرجح، لكن لما أنت تصير صاحب القرار يبقى أنت زي ما تقول إنه مركزية، قول اللي تبغوا أنا اللي قرر، زي ما أحد الأشخاص كان يتكلم عن كيف التنظيمات في العالم العربي يقول لك إنه حرية الحوار ودكتاتورية القرار في النهاية، فعشان كذا أنا أقول لك أنا في النهاية المسؤول. إذن مركزية فيه، إذن مركزية لما تجيب مدير إداري عادة المدير الإداري، أنا أتكلم عن الداخل عندنا، المدير الإداري والمدير الفني من هو أقرب لرئيس النادي؟ من اللي يجلس مع رئيس النادي يكشت معاه يسولف معاه؟ الإداري طبعا. المدير الإداري. إذن من الأقوى حيصير أمام اللاعبين كسلطة؟ الإداري. ليه؟ لأنه هو اللي متواصل أكثر من المدير الفني، عشان كذا أنا دائما أقول المدير الفني المدير الإداري أشبه بمباحث شغال عند رئيس النادي، يجلس له يعطيه المعلومات السرية وينقل له إياها، فشيل هذا المباحث عشان يشتغل المدرب. فعشان كذا دائما حتى مهما جبت حتى لو جبت مدير فني شخصيته قوية في هذه المنظومة يظل اللاعبين لديهم المدير الإداري أقوى بسبب قربه من صانع القرار وليس من أعضاء مجلس الإدارة. طب إن كان المدرب الفني أو المدير الفني يشتغل بدون شخص إداري معه؟ هنا في أنك تجيب علاقات عامة، أشخاص مسؤولين عن تنظيم كذا عن تنظيم كذا، لكن كلهم تحت إشراف مين؟ المدير الفني. المدير الفني مثلا المدير الفني يقول لك أنا عندي مباراة، هذه العلاقة العامة في قسم لها تسوي الحجوزات، حجوزات الطيران، حجوزات هذا شغله، مسؤولة عن حضور اللاعبين. بس على كلامك إبراهيم على كلامك المفروض يلغى المدير الإداري. هي أنا وش أقول؟ إيه؟ أقول لك حتى لو موجود في أوروبا لا المفروض هنا ما يلغى. لا أقول حتى لو موجود في أوروبا. حتى لو موجود. حتى لو موجود في أوروبا لابد يلغى عندنا، لأنه هناك التنظيم صحيح. التنظيم معروف إنه وين مهامك، حتى رئيس النادي، رئيس النادي لا يستطيع أن يفرض على المدرب لأنه في العقد عندهم، لا يستطيع، ممكن يلغي عقده بس ما يقدر يفرض. ما يفرض رأيه، ما في شيء اسمه أنه أنا صاحب القرار، هذه أنا مهمتي، مو عاجبك انهي العقد.
يعني هناك ممكن أتقبلها، لكن عندنا قلت لك ما أتقبلها بسبب المركزية. هذا على مسألة الجانب الإداري. أنت ضد المركزية في الإدارة؟ أنت ضد المركزية في الإدارة؟ المركزية دائما تحتاجها، يعني لما تشوف إداريا في بداية التنظيم أنت تحتاج إلى المركزية. طيب لما كل الإدارة تحتاج للزعيم للقوي. لا لا ممتاز. بعد كذا إذا استمريت عليها مضرة. قبل بعد كذا لما أكون أنا مثلا في وقت الحاجة لأنه إدارة تكون مركزية وأنا اللي أصنع القرار، إذا في خلل، في خلل من بدري. وخلنا أقول لك، أنت تقول قبل شيء تقول أنت تحتاجها في البداية في بداية كشخصية. التأسيس أي في بداية التأسيس لما أنا أصنع هالقرار وأنت عندي عضو مجلس إدارة وأكون أخذت برأيك يعني وأنا اللي أصنع القرار في النهاية بحسب الحاجة لأنها بداية التأسيس، هل هذا معناه أنه رأيك أنت ما له قيمة؟ شوف بداية التأسيس يصبح القرار مركزي. عندما يكون القرار مركزي إذا الشخص هذا هو الوحيد اللي في النهاية سيتقرب منه الآخرين لأنه هو صاحب السلطة. طيب النصر والهلال نرجع لهم الحين. نرجع للنصر والهلال. إيش صار عليهم؟ كيف شايفهم التغيير الإداري والفني؟ في مشكلة. أنا أتفق كثير معنا في مسألة أنه المدرب، أحضار المدرب، مدرب حقيقة كفؤ، لكن دائما أي مدرب مهما كانت كفاءته أول ما يجي يبدأ يجرب لأنه مو عارف، ما يعرف اللعيبة، ما هو ما اشتغل معاهم. فدائما حتى الموظف العادي لما يجي العمل الجديد تلاقيه في البداية أخطاءه أكثر من إيجابياته حتى لو كان كويس. مع الوقت تقل الأخطاء، يصحح هذا. ونجي للنصر وهو قضية أخرى. حقيقة النصر أنا أعتقد أنه إدارة النصر فشلت بأنها تنافس على البطولة. في نفس الوقت الإنسان يحب الأضواء. فالإدارة يعني إذا استمرت ساكتة على هذا الفشل فهمت علي؟ ما حد حيكلمه ولا حد حيسأل. فقالوا خلنا نسوي مشاكل ونطلع بالصورة. لا مو معقول. أنا حقيقة لا معلش أبو إبراهيم مو معقول كذا. لا هو كلام يعني ساخر، هو كلام إيه؟ ما هو جاد. يقول لي إنك أنت ساخر عشان إيه؟ أنا حسبتك تتكلم من جد. لا معقول يعني رئيس نادي شاف نفسه ما حد بتكلم عنه. سوي مشكلة خلنا الناس تتكلم عنه. أنا حقيقة أسخر لأنه المشكلة واضحة جدا. في النصر مشكلة واضحة جدا. لما أجي أقول لك خلنا يعني أنا دائما أشرحها بمثل قريب جدا. لما أروح عند طبيب وأنا معي صداع فيعطيني بنادول يخف شوي الصداع وبعدين أرجع الصداع. إدارة النصر مثل هذا الطبيب، كل مرة تروح نفس الشيء، جابوا 10 مدربين غيروا لاعبين من وبرضه فشل. أنا حقيقة بعد كل هذه السنوات أروح لهذا الطبيب يعطيني مسكن، يا أخي غير ذا الطبيب ذا. روح الطبيب ذا والطبيب اللي هو أنت تقصد أنه رئيس النصر والإدارة كلها لا تعرف أين مشكلة النصر. هذا ما يؤكد طيب كل تخبطاتها. طيب يعني دائما المؤيد معلش المؤيد لإدارة الأمير فيصل بن تركي أو اللي يرى أنه هي الإدارة خلينا نقول المعقولة في الفترة الحالية يقول لك يا أبو إبراهيم طب أنت ليش هالكلام تقوله على الإدارة الأمير فيصل بن تركي مو كل الإدارات السابقة من 12 سنة 13 سنة عندها نفس المشكلة. طيب أنا أقول إيش القاسم المشترك بينهم كلهم وين المنقذ اللي يختلف عن 13 سنة اللي راح. أنا أقول لك المقياس، يعني للأسف الشديد النصر تم كنادي تم اختصاره إلى فريق كرة القدم. حتى الألعاب الثانية ماتت في النادي، الألعاب الثانية حقيقة كانت تنافس. أدي أقول لك للإدارة هذه عندما جاءت الإدارة أول موسم في قدومها معنا جت في آخر الموسم. طيب أول موسم النصر فين كان ترتيبه في الدوري؟ ما هي المباريات اللي لعبها على نهائي؟ كان ترتيبه الثالث، لعب على نهائي. السنة اللي بعدها النصر نزل الرابع، اللي بعدها نزل، الآن قاعد ينزل. إذن أنا عندي المؤشر للنجاح هو والله هذا 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 المعيار، إنك أنت والله كنت السادس، السنة الجاية الخامس، الرابع، الثالث، أنت قاعد تتطور. أنا أقبل أنك أنت قاعد تنجح، بس لما تكون وترجع إلى وراء أنت إذن أنت سبب المشكلة. يعني مثل الهلال الآن، أنا تكلمت عن إدارة الهلال الحين. أنت قبل شوي الهلال اسمح لي بس أنت تتكلم قبل شوي عن التنظيم وعن العمل الإداري المنظم. طب في ناس انتخبت أي إدارة لمدة 4 سنوات حقه وأبسط حقوقه أنه يكمل فترة. أنا ما أتكلم عن أنا أتكلم عن مين سبب المشكلة. سبب المشكلة إدارة النصر لا تعرف ما هي مشكلة النادي لأن هي أقرب للنادي، وبالتالي من المفترض أنها تعرف. يعني شوي تلاقيها غيرت بالمدربين
واحنا تكلمنا عن انه 10 مدربين تغير، شوي تغير باللاعبين، شوي تغير بالاداريين، مدير الكره، اداري الكره، كل شوي قاعده تغير. اذا هي ما هي عارفه وين مشكلتها عشان تحلها. انت عارف وين المشكله؟ انا لو قريب لازم اعرف. لا من الظاهر كذا. لا انا لو قريب لازم اعرف. لو ماني قريب من الظاهر، من الشكل الخارجي، ايش اللي واضح لك؟ يعني لما يكون عندك تصور، يعني انا اقول من الشكل هذا مشكله اداره النصر. مشكله انها حقيقه اعتقد انه يؤثر فيها، خليني اقول القريبين منها يؤثروا في صنع القرار. ايضا اداره النصر دخلت في صراع مع اطراف معارضه لها، هذا الصراع خلاها حتى لو كانت المعارضه تطرح شيء صح ترفض التطبيق. انت تشوف ان مشكله النصر في صناعه القرار، عندها مشكله في صناعه القرار. هي حقيقه. حتى الهلال، حتى الهلال الموسم هذا، يعني انا اقول الهلال، اداره الهلال عندما جاءت حققت الدوري، حققته سنتين ورا بعض. السنه الماضيه تراجعت، نزلت الى الثالث. السنه هذه اذا نزلت الى الرابع عليها ان ترحل ايضا، لانها ما عرفت تحل مشكلتها. ليش من قبل شو انت تتكلم عن الفتره ياسين انه يكملها؟ باي حق الطالب انت انه شخص يرحل؟ اذا اردت مصلحه النادي عليك ان ترحل اذا انت سبب المشكله. يعني الحين انا مسكت اداره نادي ومن اول شهر. مين اول شهر؟ خلنا اقول لك من اول سنه. أي واحد اول سنه فشلت انا حقيقه. تجي تطالبني، طب ليش انت رشحتني؟ انت ليش قبلت بوجودي 4 سنوات ثانيه؟ خلنا اكمل فترتي. انا ما اقول تكمل ولا ما تكمل. انت تقول انا اقول انك انت يا اداره سبب المشكله، تبي تحلي المشكله عليك ان ترحلي، انت السبب. يعني زي اللي اقول لك هذه المشكله تقول والله خلونا نكمل بالمشكله. طيب خلينا نتعلم من اخطائها يمكن تحل المشكله. خلاص انا ما عندي مشكله يكملوا، بس هذه المشكله. طيب خلاص. يعني اذا اردت انت اقول لك شيء، انت تقول المشكله في الاداره وعلى الاداره التعامل معها. اذا افهم مثلا، لكن لما تقول المشكله في الاداره وعلى الاداره ان ترحل، ان ترحل اذا فشلت. انا ما ادري ليه احنا ضد انه والله اذا فشل عليه ان يرحل، هذه حقيقة عليه أن يرحل. لأنه شوف إبراهيم، ما في أي حد يعني أو أنا أو كذا أشوف، معلش اسمحنا نايم، أنا ما أشوف أي حد مثلا يعني يحب مثلا يحب الحرية في الآراء ويحب الديمقراطية، حلو، ويكون حديثه دائما أنه يجب ومن المفترض وعليه ومن المفروض. هذا رأيي. ما يخالف تركي. اي احد على هذا اللي اقصده، بس انا استفسر ترى، انا قاعد افكر بصوت عالي. انت من دعاة خلينا نقول تبادل الاراء وحريه الراي، بس انا احس انه لما تطرح بعض المواضيع، انا كمشجع نصراوي هلالي اهلاوي اتحادي ايا كان، اشعر انه احد دعاة حريه الراي يفرض علي ايش اختار وايش ما اختار، يقول لي عليك ويجب ومن المفروض. هذا التناقض. طيب هذا التناقض، حلو، المشاهد المحب لصالح الطريقي. طيب. يبغى تفسير عليه. اوضح لك يعني لما يجي احد يقول لي انه والله انا ابغى انجح، اذا انت تريد ان تنجح عليك ويجب ان تفعل كيت وكيت وكيت، هذا حريه راي. متى اصبح انا زي ما تقول انت ضد حريه الراي؟ لما اجي اقول له تسوي كذا وحشيلك. هنا فهمت علي؟ هنا اصبحت دكتاتور. لكن اني والله تسالني وش رايك؟ اقول لك يجب ان تعمل كيت وكيت وكيت لتنجح. طيب. ما تبي كيفك انت حر، بس هذا رايي. متى اصبح دكتاتور او زي ما تقول انه ضد الاخر؟ لما افرض رايي انا، لكن من حقي ان اعبر عن رايي. حق. ما عجبك كيفك. ابسط حقوقكم.